الله أكبر ولله الحمد الله أكبر. A few moments later. إنه رأس عائلة قاتلة. مهمتها الهيمنة والتخويف والقتل. هاي ايفريوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم، لا فيديو ديال اليوم غادي تكون فلوغ العيد. مهم، كلشي كيعرف كلشي زعما عارف بلي دابا انا ما كايناش في دارنا، يعني ليها كاينين عند جداتي واللي هي ميما. سو كنقول لكم عيد مبارك سعيد او عشر مبروكه. مهم، اليوم اول عيد، بعدا ثاني عيد، بعدا ثالث عيد، يعني كاين 30 عيد. شي يقولوا لي شكون ما عارفوش؟ واو. مهم، صورت لكم اللي كنا كنروحوا، دابا راه دابا حنا ومرقصين، دابا تيسلخو فيه ولا ما عرفت شنو، تيسلخو و ماما قصة كتجمع عشان شوية الا قدرت نوض نعاونهم، ما عرفتش غير ندير. المهم غادي نوض نعاونهم شوية. و مهم، راني صورت لكم باش كان كيتذبح، ما عرفتش صراحة واش نحطو كامل نقطعو ولا ما عرفتش. المهم داكشي غنعطيه لبابا المونطاج. مهم، عيد مبارك سعيد. بلا ما نطول عليكم، عجبتكم فيديو لايك، ما عجبتكم في ديسلايك تابونا وبارطاجوا لا فيديو. كنبغيكم بزاف، وما تنساوش هاشتاغ حمد توصل الي 40000 ابوني في اقرب وقت، غير خصنا دغيا نوصلوا ليها باش تحمسوني حتى انا نبقى ندير لكم دي فيديو زوينين. علاش لا؟ ويعني احسن من هكا. كنبغيكم بزاف، سمحوا لي الا صداع راهم كيذبحوا كيبيراهم كيسلخوا، هذا يعني عادي انه يكون صداع اصلا العيد. مهم، عيد مبارك سعيد و صافي، يلا نبداو الفيديو. مهم البنات، دابا راه خرجنا داك الكبده وداكشي اللي كيكون في داك اللعيبه هذيك اللي كتكون معلقه. مهم، غادي نبقي معاهم المسران وغادي نصور لكم. مهم، انا كتعجبني هذه مع الشحمه. هادي هاد غنديرو لها البطايط، غنديرو لها البطايط وغنكرطوها ونغسلوها بسميتها بالخل ونكرطوها ونطايط حتى تنكرطو تنديرو لها الخل. عاد تنكرطوها باش كنديروها تقلية، هذه اللي كتكون في التقليه، فهمتي؟ دابا من هنا حنا كنبقاو هكا، نحيدو لها داك الشيء من الداخل، نديرو عاد كنساليو كنديرو لها. وهذه اللي ما عرفش يغسلها، هذه راه واعره، هذه راه كخصها تغسل من هنا حيت فيها قوة التنية. هذه الا غسلتها شطره مزيان غتحشمها. هذه المعدة، هذه هذيك المعدة ديالها. هي كتكون فيها قوة التنية، شتي؟ خصها تغسل كل تنية بوحدها، شتي؟ عيبة. تغسل كل وحدة بوحدها، كل وحدة بوحدها، إلا ما تغسلاتش مزيان تيبقى هنايا داك الشيء الحولي اللي كتشعل كتشعل. وهادشي المصارم غتسنى دابا على هذيك كنهضرو دابا. والمصارم اللي كيبغيهم كيقشرتهم كيغسلهم من الداخل، أنا نقول لكم الطريقة باش تغسلو. وكاين اللي كتغسلو كاين اللي كتغسلو كاين سالم كديرهم تيتقطع، كتقطع كديرهم كتفريهم، كديرهم الحمد لله كتقسمهم داك الشيء وكتشعلهم. من هادشي هادشي دابا داكشي اللي كديري ليا صافي مغسول. لا هادشي باقي هادو انا كنعرف نقيهم، كنت كنقيهم غير هذا. دابا انا ما كنديرهمش في الحقيقه، دابا بغيت نوريك حيت كاين الناس اللي كيديرهم، كيديرو بهم كرداس. كرداس كنحمق عليه، كيصاوب كيعقدو بهم كرداس ملي كيغسلوهم مزيان. هذا ترى تعقد مع ديك هكا. لا حسن، ملي كنتي كتشلي قلت لي بحال هكا. ها هو راسي، ها هو راسي،
تنوريك كيفاش تعلمي تنقيه. السنه نبقى فيا الحوله. ايوا الحوله هذه السنه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه السنه عطانا الله. فيها الاجر، فيها الاجر، اللي دارها كيدي اجر. سنين شي حاجه كيديروا، كاين اللي كيقلبوا في المخبفه العود. لا ما عندناش مرفه شو حنا فيهم شي كتبقى تخشي واحد الحاجه الله طارق كيدخل داك الماء كيدفع داك داك الماكله اللي كتكون وحلانه هاد الحولي شتي انتي كي داير كتسالي ملي كتسيدي بنتي الغاز كتدوزي الماء مزيان حتى كيتنقى من الداخل باش كيحيد داك الميكروب اللي داخل المصرف بدر معقد وتسني حنا غنحلو انتي هذا باش انا في حقها ما كنستحملهمش هذا وانما هي باش تعرفي الطريقه باش كيتمسحوا باش كيتغسلوا حنا ورينا كيفاش كيتغسلوا كاين اللي كيقبطوا وكيخشيها بكا ربما انا كبر نولي كناكلو كيدير واحد المغرفه هنا وكيقلبهم المهم البنات دابا حنا ما حضرشنا المغرفه حنا درنا هذا الشكل هاد كنقولوا له الدواس كنحضروا نصايبوا به الزيت شد المهم البنات محل لي كشتو هنا الدم وداكشي راه راك معارف العيد الريحه وي كلها فين كاين يعني عادي انها تكون موسخه وهذا غير لا حنا صيني قنا ماشي نخليو هادشي لا ضروري من دوك المقيطه دير هادشي درنا لنا الماء طايب دابا كنكرطوه نحيدو له داك الشيء انا كرطت مزيان نحط على سميتو نكرطو تدخل عند الماء طالع ماما المهم انتما كيما كتشوفو دابا راه كتكرط و كديرو في ما سخون طايب المهم طايب واش الما تيحرق لا ما طايب عاد طايب باش دغيا داكشي تيتحيد دغيا زول داكشي هادشي ديال داكشي و دابا في ما بارد ما غيتحيدش لا هادشي اللي كنقطع الماء بارد لا ما كاينش ما بارد كاينشي نفس كلها كيزيد ليها من كاين سيمبل كاين ديسان دابا نفس الصاوند ديال شويه مطيب شتي مطيب شتي مطيب ما طيبش شتي لا ما كاينش كاين اللي كيبقى يعطيش يشد العود دابا راه ديري الماء صافي البنات واخا يجيكم الفيديو طويل ولكن غيكون زوين تاكدوا انا غيكون زوين المهم اللي ما عرفش شكون كتهضر المهم هذه هي المهم زعما زدات وكي حاجه نقول لها المهم الصوت هذه راه هي الجثه ديال الحولي زعما السقيطه كاين اللي كنقول الجثه اي نو شوفوا 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 او ماي جاد البنات ان شاء الله في ثاني عيد ولا مع الثالث عيد غادي نطيب هادو كيسطيوني انايا هاد الحيمات هادو ماما شو سميتها ماما دوك الحيمات اللي كنت كنطيبهم دائما في العيد هاد الحيمات اللي كنا اللي في الجناب اللي كنا كنطيبوهم في الطاجين هذاك الشلاضه هذاك الشلاضه المهم حتى تفكر سميتهم غادي نكتبهم لكم هنايا السميه المهم البنات هذه واحد الشلاضه المهم ماما اللي كديرها هذه غير شلاضه غير باش ندوبو صافي المهم فيها الرز وفيها المايز وفيها المايونيز وفيها الطون الطون ديالاش الطون ديال الزيت ممكن اللي مستعمل واحد اخر ولا غير ديال الزيت لا المهم ديال الزيت درنا مايونيز هذا والبنات هنا كاين لاريكو
عرفتوا البنات ريحتها كتحمق خصنا كنحمق على المايز. المهم البنات لقيتوني بدلت حوايجي لبست هذه المهم كتجي طويله. اش بغيت نقول لكم اول مره نصور لكم زعما شي حاجه هكا عائليه شي حاجه اللي فهمتوا العائله كتهضر فيها اللي العائله كتقدر تبان فيها فهمت شي حاجه عائليه شي حاجه كيديروها غير العائله. سو الا عجبكم الا عجبكم بحال هاد لي فلوغ كتبوا لي في الكومونتير تحت باش يعني نعرف باللي راه عجبكم هاد الستيل ديال الفيديو ديال لي فيديو زعما بحال هكا. سو صراحه نقدروا نعتبروه فلوغ نقدروا نعتبروه روتين ما عرفتش المهم اسمه فلوغ. الا كنتو متابعيني على الانستغرام تابعوني فيه هو دائما فوق في الشاشه هنايا ولو ليان ديالو تحت في الوصف ابوناو فيه كنبغيكم بزاف. دابا جا وقت الشواء غادي نشويو المهم راك ما في الشواء الكبده والشحمه ما داكشي المهم ومع الشلاضه والمناضه الشلاضه والمناضه واو الشعر لا الا صافي حماقيت يو رجعت لكم. المهم غادي قلت لكم غادي نشويو دابا وغادي نشعلو المزمار هي الاولى. ماما دابا طلعات هي والعائله تماك غيجلسو تماك انا كنتخنق من ديك الريحه حتى وما غاديش نطلع الا قدرت كاع نطلع نصور لكم غادي نطلع. المهم اي لاف يو جايز معايا المهم راهم دابا طيارين ديال الفاخر شغل موسيقى حزينة لا يم المهم ها هي دابا الكبده راه شواها وقطعها طريفات بحال هكا ودابا غادي ندير الشحمه وداكشي باش تزيد بنه. إنه رأس عائلة قاتلة مهمتها الهيمنة والتخويف والقتل. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.